حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن يزيد ان عبد الله بن عوف حدثه ان ابا جمعة حبيب بن سباع وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن قال حدثني صالح أبو محمد قال حدثني أبو جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح قال فقال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن أبي محيريز قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، أحدثكم حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني.